أزول، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمازيغت. المرة اللي فاتت تكلمنا على ماهية إيزوران في اللغة الأمازيغية، يعني شين هي الكلمة، منين جت وكيف وكذا والأشياء هذه متعلقة بهم. المرة هذه حنتكلم على كلمة تمازيغت أمازيا، اللي هو من الجذر أمزغ، وأحيانا يحال على الجذر يوغ، واللي منه أمازيغ، تمازيغ، تموزغا، تمازغا وغيره. وكلمة أمازيغ ولا إمازيغا في اللغة الأمازيغية نفسها جمع مفرده أمازيغ، وهو الاسم الذي ارتضاه ويسميه الأمازيغ أنفسهم. مؤنثها تمازيغ، تطلق على المرأة في نفس الوقت وعلى اللغة في جميع التلوات الأمازيغية، ومنها قبائل التوارق المنتشرة في الصحراء الكبرى. طبعا حرف الزين هذا مشكلته مشكلة عند إخواننا إيموهاغ، فيقلبونه هاء والشين وأحيانا جيم، فاللفظة تطلق أمهاغ وأمشاغ عندهم، وكذلك أمشاغ. نبدو في جبل نفوسة، نقول تاريخيا، وهذا كلام مش جديد، مازيغ جمعها إمازيغا، مازيغا جمعها إمازيغا، ونقول بكل أريحية راه مش كلام جديد، نش دمازيغ، دنتشين ديمازيغا، وانتو تلاي سومازيغ. نقطة من أول السطر، ما لا نقول لا جبالية ولا بربر ولا هم يحزنون، هذا الكلام لا يوجد إطلاقا عندنا نحن إمازيغا، وليس كلام جديد. طيب خلينا نبدأ بالجذر مزاغ، نجده عند كل من كالأير، موجغ بمعنى الشريف النبيل، ماجغ جبعه إماجيغا بمعنى الرجل النبيل والأصيل، تمازيغ جمع تمازيغا، يطلق الطوارق عموما على اللغة تمهاق، وهو في الغالب مفرد بدون جمع. إماجيغا كذلك يطلق الطوارق من سكان على سكان غدامس، وفي غدامس نفسه طبعا في حي اسمه حي مازيغ. عند الهجار مثلا، موجغ هو الإنسان الشجاع، هو الإنسان الشريف، تم موجغ ولا تم موجغ اللي هو النبيل والشريف النسب. إماجغ جمع إماجيغا كذلك الشخص النبيل أو الشخص التاريخي عموما، وهو كذلك الرجل الشجاع والمقدام. طبعا في هذا نفسه في زواغة وأير وإلى غيره، ونفس اللفظة اللي نجدها مثلا في المغرب، في الأمازيغ المغرب المطول الأطلس المتوسط، أمازيغ وأمازيغا، وتطلق على الفرد وعلى الجماعة كاسم علم. وتمازيغ تطلق على المرأة كذلك زي ما قلنا بكير، يطلق على اللغة. تريفيت في شمال المغرب، تو ثلاثة من أربعة، عفوا اثنين من ثلاثة في المغرب يقولون إمازيغا، يقولك نش دمازيغ، الريافة ما قولكش حاجة تانية، يقولك نش دمازيغ تتلايغ سومازيغ إلى آخره. نجدها طبعا في الجنوب التونسي، في طامزرت وتاوجوت ونحوها من، وفي ليبيا طبعا ونزوارة ونفوسة وغيرها وجربة وعند الشاوية وغيرها. وجب التنويه أن لا علاقة، وهذا موجه لإخواننا إيموهاغ، لا علاقة بلفظ يزغ أو يزدغ بمعنى سكنة بهذه اللفظة بتاتا، ولا علاقة لها بالسكن والسكن آخره، وهذا كلام يقوله بعض الساسة عندهم أو المتملقين الحقيقة حتى السياسة ما يفهموش فيها، لأغراض دنيئة ولحسابات فردية ولمصالح شخصية وللتفريق بين الأمازيغ. تاريخية الكلمة هنا مهم الحديث عن تاريخية الكلمة، لأن هل بالناس يشك يقولك هذه كلمة جديدة منين طلعتونا بكلمة أمازيغ؟ هذا الكلام كذلك عاري من الصح ولا يقوله إلا جهلة. ففي نبدأ بجبل نفوسة، بما أننا نحن ديما ننطق بجبل نفوسة وانطلقنا اليوم حتى بأصل الجذر والأخير في جبل نفوسة، نقول أن جميع المخطوطات الإباضية تعج بهذه اللفظة، يعني تجدها في أماكن كثيرة. لكن هنا نذكر بس سليمان البروني في مقدمة كتابه سنوات الحرب في طرابلس الغرب، وهو قبل هذا العصر الحديث يستهجن في كتابه هذا من يقولون ألفاظ زي البربر وغيرها، ويقول لا تستخدم، بل حتى استخدم آيات قرآنية اللي هي تنهي عن التنابز بالألقاب لآخره، ويقول والاسم الذي ارتضاه الأمازيغ لأنفسهم هو أمازيغ وإلى آخره. وخارج نفوسه طبعا هذا الاسم ضارب في القدم،
وعريق بعراقة الأمازيغ أنفسهم. فالمؤرخين مثلا اللي نعرفوهم وجيرانهم كذلك اللي هم قريبين منهم من المصريين القدامى وغيرها، مع تحريف طبعا طفيف في اللفظ، تجد هذا الاسم مذكور في عدة أشكال وأنواع، من مشوش عند المصريين القدامى إلا عند هيكاتايوس اللي هو شو اسمه، يقول يذكر أمازيغا بلفظ مازيس. نجده عند هيرودوت مثلا في القرن الخامس قبل الميلاد باسم ماكسيس. وطبعا المؤرخين اللاتينيين كذلك أوردوا الاسم نفسه محرفا على مازاكس ومازيكس، وهي يعني أسماء جموع بمعنى واحد أطلقوها على الشعب النوميدي. ويعني يبدو أن حتى الأول قبيلة احتكوا بها أكثرهم، ومنها هيرودوت، وهذا صار الخلط اللي هي قبيلة ليبو، وأصبحوا يطلقون على المنطقة كلها اسم ليبيا أحيانا وأحيانا بأسماء أخرى اللي هي نعرفوها عبر التاريخ. وبعدين انحصرت الاسم على الأراضي اللي نعرفوها اليوم باسم أراضي ليبيا الحديثة. طبعا وعلى فكرة الأفضل هذا راه نسي لقرون ولقرون، ولا أحد يستهجن هذا اللفظ موجود الآن على أي حال. ونجد كذلك اللفظ موجود عند المؤرخين المسلمين بأنواعهم وبأشكالهم. وصحيح استخدم لفظ بربر أكثر لأنه ورثه عن المصادر الرومانية، ولكن لفظ أمازيغ نجده مذكور بكثرة. ويعني مثلا نبدو بابن خلدون والحسن الوزان واليوسي. على فكرة اليوسي هذا هو اللي قال يلبسون البرنس والأخير، هو ليس ابن خلدون، مع أن ابن خلدون هو اللي يشهر بها. ويذكر هذا اللفظ لفظ أمازيغا بتصريح العبارة في عدة مناسبات. طيب الأمازيغية كلغة، لن أدعي الحسن في الموضوع هنا، ولكن سوف أعيد ما هو متداول في الأوساط العلمية. اللغة الأمازيغية أو الأمازيغ كما يذكر الحسن والزان تنتمي إلى ما يسمى بالأسرة الحامية السامية، التي تشمل، ولا هي أفرو أسيوية، اللي هي تشمل الفروع الآتية: الفرع السامي بجميع أنواع العربي والعبري والآخره، والفرع المصري القبطي والآخره، الفرع الكوشي والفرع التشادي، ثم الفرع الليبي الأمازيغي، ليبيا بمعنى شمال أفريقيا كلها. ويتكون الفرع الأخير من اللغات الأمازيغية، اللغات الليبية اللي هي الأمازيغية الجوانشية. ويرجع بعض المؤرخين اللغات المتقاربة يعني إلى يعني للعلاقات البنيوية الموجودة بينها، وكذلك الاتصالات الحاصلة بين الشعوب التي تنطق بها يعني عبر عشرات القرون. و يعني زي ما قلنا يقول بعضهم بوجود لغات تشمل لغات الأفرو آسيوية. الفرع السامي اللي يسميه الجهلة، وأقول الجهلة، لا علاقة لهم بعلوم هؤلاء الناس بتاتا، بل هم قوميون عرب شوفينيين مرضى باسترجاع كل شيء إلى العروبة والعربية، وهم نفسهم أصحاب الشيخ زبير وبوعمامة وإلى آخره. هؤلاء يرجعون هذه اللغات التي تسمى الحامية السامية إلى فرع يسمونه هم، ولا أعلم أي عالم يقول بهذا اللفظ باللغات العروبية، مع أن اللغة العربية لغة متأخرة جدا عن كل هذه اللغات التي تسمى اللغات الحامية السامية. وهنا بس نبي نذكر كذلك، نولل اللغة الأمازيغية ونذكر أن اللغة الأمازيغية يعني كتبت بعدة حروف، ولكن يظل حرفها الأصيل هو حرف تيفينا، وعدة خطوط اللي هي يوجد منها مثلا في ليبيا، يوجد منها في ليبيا عدة كتابات موجودة في بونجيم وجدها الباحثين الأركيولوجيين، وهي محل دراسة وإلى آخره، ومن الأرجح كتبت من قبل جنود كانوا على خط اللمس وإلى آخره. وهذه الحروف حتى بتكرار بعض الحروف فيها وكذا يبدو أن هي كتابة أمازيغية بوضوح، لكن لم يتم تحديد الحروف كل حرف على حدة ويفصل. على أي حال هذه من الكتابات التي كتبت لا نعرفها حتى اليوم، ليست تيفيناغ وليست لاتينية وليست فينبونيقية ولا أي شيء. ثم طبعا نجد اللغات مثل الكتابات زي التيفيناغ، وهي اللغة المنتشرة في كل تمزغة، أنا شخصيا وقفت عنها في صحراء سيوة
ووجدتها في جزر الكناري شخصيا، وقفت عنها، ليس كلام جديد ولا كذا، تصوروا في جزر الكناري ووجدتها كذلك في سيوة وفي كل تمزغة وفي الصحراء طبعا، تونس، الجزائر إلى آخره. بحوث أركيولوجية كثيرة جدا عملت الموضوع، وكما ذكرت شخصيا زرت عدة أماكن في كل تمزغة فيها هذه الكتابة، وهي الكتابة اللي هي طبعا أولا اندثرت لقرون طويلة، ليس اندثر على الأقل في الأمازيغ الشمال، ولا الأمازيغ الجمهور يستعملوا فيها دائما. ولولا الجهود الأكاديمية اللي بدأت الأمازيغ ابتداء بالأكاديمية الأمازيغية اللي تأسست في الستينات إلى الإركام اليوم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهذا جعل هذه الأخيرة التطوير الأخير الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تبني عموما في كل المغرب وفي كل ليبيا، هذه الكتابة تبنيت. ثم في الجزائر حتى في أكثر المناطق استعصاء على التفيناغ، فهي تستخدم هذه التفيناغ على الأقل برمزية. وهذا طبعا لا يعني أن الأمازيغ لم يكتبوا لغتهم بحروف غيرهم، فنجد الكتابات بالحروف اللاتينية والبنيقية وبل حتى العبرية لليهود الأمازيغ، والحرف العربي طبعا وهو الأكثر غزارة في استخدام هذا الحرف. ففي مؤسسة التوالد عندنا مقطوطات كثيرة جدا، إما أصيلة أو عاملين لها سكان أو تصوير لهذه المخطوطات من جبل نافوسة إلى أقاصي جنوب المغرب، بل حتى إلى اللي هم أزواغ اللي هم أمازيغ تنبكتو إلى آخره. و يعني الكتابة بالحرف العربي موجودة بعد مع تطويره طبعا، وإدخال بعض الحروف زي الظاء المفخمة والجيم معطشة والجا وإلى آخره. وبعدين نجد كذلك الحروف اللاتينية، الحروف اللاتينية ذكرتها بكري لكن نسيت نقول أن هي موجودة على شواهد القبور وموجودة في الأضرحة وإلى آخره. هناك دراسة مهمة جدا مركز آل سعود في الدار البيضاء، الملك سعود أو الملك فيصل والله ما أتذكر اسم المركز سامحوني، توا في الدار البيضاء كتاب رائع عن الخطوط التي استعملت في إفريقيا الشمالية عبر التاريخ من طرف أساتذة وعلماء أركيولوجيا، معذرة والله صوتي مبحوح شوية، وهو يعتبر مرجع مهم جدا في هذا. تظل هناك العلاقة الحميمية بين الأمازيغ تاريخيا، وحرف التفانيغ لم تنقطع أبدا ولو انقطعت الكتابة به لأسباب تاريخية طبعا موضوعية، لكنه لم يتوقف يوما عن استعلامها في استعمالها في الأوشام، الزرابي، الزخارف وكل ما يتعلق بملاعي حياتهم، وهذا نجده لا يحتاج مني لكثير من التفصيل. وفي العصر الحديث نجدها مستخدمة كذلك، هذه الحروف نفسها طبعا في جميع حالات الحياة، يا إما اللي يصنعوا في المجوهرات أو الفنانين التشكيليين أو الخطاطين أو المصممين بجميع أشكالهم وأنواعهم. طيب سامحوني أن انتقلت بهذا، ننتقل إلى الخريطة اللغوية الأمازيغية لأنني تكلمت عليه أمازيغا عموما. نجد المنطقة شاسعة جدا يتكلم فيها الأمازيغ، وهي منطقة تمزغة على امتدادها من سيوة شرقا إلى ساحل المحيط الأطلسي غربا، بل حتى الجزر الخالدات. ونجد مثلا والجنوب طبعا من النيجر ومالي، فمثلا في مصر نجد مجموعة سيوة، ومنها على فكرة أكثر اتجاه الشرق قارة، وفي ليبيا مجموعات أوجلة وغدامس وزوارة وأباري ونفوسة وتفيلال وآيت عتبة وغات وغيرها، ده كلها ليبيا. وفي تونس طبعا مجموعة تزرا وطامزرت شنني دويرات جربة إلى آخرهم. وفي الجزائر طبعا عندنا القبائل وعندنا الشاوية وعندنا المزاب وعندنا الشنوية وعندنا القرارة وعندنا طبعا أمازيغ الجنوب الجزائري. في المغرب عندنا الريف وعندنا صنهاجة السراير وعندنا فيقيق وعندنا الأطلس المتوسط والأطلس الكبير اللي هم ذكرنا وتشلحيت طبعا، والجنوب الشرقي والجنوب الغربي وغيره من التنوعات الأمازيغية الموجودة في المغرب، بل نجد عند التوارق طبعا عموما في جنوب الجزائر والجنوب الليبي وشمال ما يسمى مالي اليوم اللي هو أزواد وأير وأزواغ، بل حتى بوركينا فاسو عندنا قواميس من هذه المنطقة وأصدقاء أعزاء من هذه المناطق. نجد كذلك من زناقة في اللي هم صنهاجة في أمازيغ موريتانيا. طبعا هناك حتى الأمازيغ المنسيين ربما يحتاج الإنسان يذكرهم على عجل،
ويحتاجوا لبحوث خاصة بهم، أمازيغ شمال السودان وشمال شرق تشاد، بعض القبائل المتفرقة والمنسية حول العالم. هناك دائما أمازيغ الانتماء والهوية، أمازيغ الكناري ذكرتهم قبل شوية، أمازيغ المهجر مثلا، الهجرات القديمة جدا، أمازيغ كوبا عندهم جمعيات وأنا زرتهم مؤخرا العام الماضي، في لويزيانا في أمريكا، أمازيغ لبنان فلسطين، وبعض أمازيغ سوريا اللي هم نفوهم زمان في حال، وأكثر من القبائل طبعا، ولازم يتكلم الأمازيغية اليوم. لما نقول هادو ليسوا أمازيغ قديمين ولكن أمازيغ المهجر، الأمازيغ المنفيين في كاليدونيا الجديدة، اللي معهم شخصيا التواصلات دائما عبر الإنترنت إلى آخره، أمازيغ كوبا في لويزيانا زي ما ذكرنا، أمازيغ الهجرة الطوعية في فرنسا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، بريطانيا، كندا، أمريكا، وأكثرهم حقيقة ناشطين. ممكن هنا نذكر كتاب يمكن الرجوع إليه، أمازيغ أسر، الدكتور البروفيسور اللي هو سليم شاكر. هني خلوني نتوقف على اللي هو أمازيغ الأسد من شاكر، كما ذكرت بحث أكاديمي رائع جدا ومهم عن أمازيغ المنفى وأمازيغ الهجرة وأمازيغ الوطن. وعلى ذكر الوطن، الأمازيغ سموا موطنهم تامازغة. هذا الاسم مشتق طبعا كما هو واضح من اللفظ أمازيغ، أمازيغ وتمازيغ، وهو موضوع اليوم من الجدل، معني تفرعت في مواضيع أخرى. اللي يقول بعدم تاريخية مثل هذه الألفاظ، أقول لهم أن أسماء بعض الدول، وكذلك على فكرة تاريخية العلم الأمازيغ إلى آخره، مع أنه أقدم من كثير من هذه الأعلام الموجودة اليوم اللي نعتبر فيها أعلام وطنية، بل بعضها جاء عن طريق إما الاستعمار، أسس بعض هذه الأعلام، وبعضها أقل ما يقال فيه فرض فرضا من قبل مجموعة أو نخبة إلى آخره في هذه الدول الشمال أفريقية. بينما العلم الأمازيغي أول شيء نابع من ناس بسطاء من الأمازيغ أنفسهم، وكذلك اسم تمازغة اسم شعور بالانتماء لهذه الأرض موجود في كل هذه المنطقة. فألفاظ زي ليبيا سجلته إيطاليا وأعادت إحيائه إيطاليا 1930، المغرب لم يكن موجودا كان يسمى مراكش، الجزائر الجزائر اللي هي اسم منطقة فقط صغيرة وعمته فرنسا، تونس اسم مدينة عمته على الدولة، وإلى آخره. أقول يعني غير باش ما نطولش عليكم، سامحوني طولت هلبة، ونقول إمازيغ ديت ما أندا قلان تنمرت نون، وحلقة جديدة إن شاء الله. ولأني ذكرت إمازيغ ديت ما أندا قلان، هذه موجودة هنا عندي عفوا في هذا الجهة من التيشيرت هذه. على أي حال، نشكركم على حسن الاستماع، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله. في المرة الجاية حتكون على الإزوران وعودة على بدء، لأن في الحلقتين هادو بدينا نخش في أشياء جانبية ما لهاش علاقة مباشرة عن الجذور، ولكن هذا بطلب منكم وبإلحاح بالكثير منكم. وأنا أقول اتركوا هؤلاء المشوشين جانبا ولا تهتموا لهم كثيرا، فاستمروا في الاهتمام باللغة، تطوير اللغة، العمل في الإنتاج في اللغة وإلى آخره. وهؤلاء المشوشين زيهم زي غيرهم سوف يأتي عليهم الزمان وينسوا كما نسي غيرهم من المشوشين. تنمرت نقول حلقة أخرى إن شاء الله. تنمرت.